تلتجئ إلى قوة أعلى. هنا الإنسان يلتجئ إلى ما يستشعر أن الالتجاء إليه يطمئنه. إحنا يا بنادم واخا ما يكونش مسلم كيصغير يقول يا الله ماي جود. هذاك أليكسيس كاريل صاحب جائزة نوبل كتب كتابا تحت عنوان الإنسان ذلك المجهول. هما كيعرفوا عندهم الإنسان مجهول، إحنا مش عندناش مجهول. كان يتتبع قضية الأطوار، أطوار الخلق في الرحم المرأة. المهم راك تشوف سيد ربي سبحانه وتعالى كيقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما من لكسة العظمة الشهر الرابع ثم أنشأناه خلقا آخر واسمه أرسل الله إليه بدأ القلب يدق. هذا خلق آخر واسمه قال واسمه قال صاح صاح وهو يقول This is a God This is a God إنه الله إنه الله. هو مسكين هكذا كان فيلسوف خرجها بلا ما يحس إنه يجري ويقول إنه الله إنه الله أنشأه خلقا آخر يتحرك الله. هاي مسألة إن شاء الله تبارك وتعالى بفطرتي، ففطرتك إذن تعرف بها مسألتين: ألست بربكم؟ توحيد يا، والثانية إن شاء الله تبارك وتعالى اسميها القيم زيد الكبرى. لا تحتاج إلى رسل، قيم الكبرى الصدق الحياة سوى نفزة الفطرة. عمرو شفت شي واحد الانسان فيلسوف كيقول لك الكذوب مزيانين؟ حتى وهو يكذب ليقضي حاجته يعتقد ان الكذب شيء خسيس، وكيقول لك هذه مسألة معروفة باش بلا ما يجي الشرع بلا ما يرسلك الانبياء، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. صافي مسألة معروفة. والفطرة تعينك في الهداية على مسألتين، واسمهم المسألتان اللتان تتحقق بوجود الفطرة عند الإنسان. زوج حوايج واسمو يلا الحاجة الأولى اسمو إن شاء الله تبارك وتعالى. الحاجة الأولى بلا ما تجيك لا أنبياء لا رسل غير الفطرة ديالك، زوج تاع الحوايج تتحقق بأن فطرنا الله على فطرة التوحيد وعبادة الواحد واللجوء إليه في كل الظروف أو على الأقل في ظروف الشدة. الحاجة الأولى واسمو هي زيد أن تعتبر وتعتقد أن لهذا الكون صانع خالق. إذا كنت تقول الله يستر يا ربي هذا الكون توجد بصدفة هذا من أغبى الغباء ولا يقول به أحد. هذا اللي يسأل يقول هل لهذا الخلق من خالق؟ هذا غبي. أنت كتصيب مثل صورة أنت عفنان، هل هذا يتطلب السؤال هل لهذه الصورة من رصان؟ ما ماشي سؤال هذا، ماشي سؤال هذا، ماشي سؤال هذا. السؤال يمكن هو هذا الغريب، هل وجدت هذه الصورة هكذا عبثا؟ ما هذا هو العبث. أما المسألة الثانية التي تتحقق بها إن شاء الله هداية الفطرة واسمها هي إن شاء الله تبارك وتعالى إذا المعرفة، والثانية واسمها الاطمئنان عند اللجوء إليه. الاطمئنان عند اللجوء إليه تحس بها ولا ما تحسوش بها؟ منين تولي لسيد ربي تحس بها؟ لا تطمئن واش تحس بلي كل شيء زعلك إليك ولا لا؟ تكون مشاكل كبيرة وكذا وتقول نردها لله سبحانه، يقول له ردها لسيد ربي تهنى، واخا تكون مشاكل وتكون كذا يقول يا سيدي رحنا بعين الله واللي دار ربي هو اللي يكون، ردها لسيدي ربي وترتاح وانت مريح. وهذا شكون يقول هذه؟ هذه ما يقولوهاش الناس المتفلسفين، يقولها انسان عادي عادي ويريح ويتهنى ويرى كل اموره بعد ذلك زين، حينما كان يعتقد ان لا تنفرج اذا بها تنفرج فجأة ودون ان يحتسب الانسان. تكلمنا إن شاء الله على هذا هداية الفطرة إن شاء الله. الهداية الثانية
اسمو الهداية الثانية، كاين هداية فطرة والهداية الثانية اسمو هي، قلنا هذيك المرة هذه هداية فطرة، احنا تكلمنا في هذا زوج دروس الفايتة، اليوم تكلموا على الهداية الثانية اسمو هداية زيد هداية الأنبياء وهداية كي داير هذه الهداية، مازال الأنبياء غير فيك أنت ماشي خارجك، كتكلموا على زيد أنواع الهداية غير في داخلك عاد، الفطرة الداخل الرسل غادي تجي هداية الرسل من بعد إن شاء الله تعالى، ها قبل ما يجيو الرسل اسمو كاين، إيوا الله يرحم والديك العقل، كاين الفطرة وكاين العقل، ها هدايته عقل، كيسميو هداية التفكير، الهداية التي تنبثق من أكرم ما أكرمنا الله به العقل، مناط التكليف، مناط التكليف. والغريب العجيب أن جميع الديانات لحد الآن حينما تأتي إلى مسألة التدليل على صدق ديانتهم تسألهم هذا السؤال، مثلا هذه الكتب التي تزعمون أنها سماوية من عند الله فيها مليون تناقض بينها، ما هو الدليل على أنها من عند الله؟ فلا يجيبونك كل شيء، لا يجيبونك، ما عندهمش مساكين يسحب ديانات الأخرى كلهم، لا دليل ولا حجة عندهم، ما عندهمش، كيف يستشعروا واسمه في الإسلام، مع الإسلام يستشعروا باش بالنقص، يحسدونا احنا ما عندنا كيديروا لنا، مني تقول له ودي القرآن هاكي الدرت تنزل هاكي الدرت تكتب ها شكون جمعوا وها الطريقه تاع الجميع ديالو وها هو يعني والحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم ها هو اسمه وقع له وها ربي قيض له وها حتى عندنا اكثر من 300 علم غير في علم الحديث، تخيل واحد العلم يقولوا علم الرجال يعرف جميع الرجال الذي ينقل عليهم العلم متى ولدوا واين ولدوا وشيوخهم واين ذهبوا وحيث سافروا وكيف هو ذاكرتهم وحفظهم وتقواهم وورعهم، آه يا بن عمي على أمة أية أمة هذه، هذا لا تجده إلا في خير أمة أخرجت للناس، هذه أمة عظيمة، هم عندهم منين تقول لهم سمعت البسام جرار الله يطول عمره قال لك منين إن شاء الله تعالى جاولي ذوك القساوسة وقلت لهم هذا السؤال، قلت لهم جاوبوني غير لهذا السؤال، هذه الأناجيل اللي عندكم مرقس ومتى ويوحنا و و و أعطوني دليل أنها من عند الله، أنا نعطيكم قال لهم في صفحة واحدة نعطيكم 20 تناقض في صفحة واحدة، قال لك شافوا في بعضهم بعض قال له اعتقد وأنت أعمى، هذه المسألة اسمه سلم لله فيها ولا تناقش، كيف سلم لله فيها؟ تسلم في الغلط ورا العقل، ألا تستعمل العقل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أول آية في كتاب الله بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، حتى قال بعض العلماء كل كاتب يؤلف كتابا إلا ويكتب في المقدمة إنني أنتظر منكم إن شاء الله تبارك تصويبات وكذا وكذا وأعتذر عن النقص الذي يعتري هذا، فمن وجه إلي نصيحة أو صحح لي خطأ جزاه الله خيرا، فإن أعمال العباد ناقصة والكمال لله، إلا القرآن أول كلمة فيها ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب ما كاين لا تناقض ولا شك لا في كونه من عند الله ولا ريب في آياته، بحيث لا توجد آية تضاد آية أخرى ولو يا بن عمي وإذاك القرآن تعالى ملان باش أفلا يتفكرون أفلا يذكرون أفلا يبصرون أفلا ينظرون أفلا يعقلون أفلا يفقهون أفلا وشنع علينا اتباع الظن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وشنع علينا اتباع الآباء وإلغاء عقولنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أولو كان آباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي سورة المائدة أولو كان آباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون،
أعطني، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالت اليهود، ما قال؟ قالوا زيد، ليدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ايش قال سيدنا؟ تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم. هذه الأماني، هذه الأماني الباطلة، يتمنون على الله الأمان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادق. بلى من أسلم وجهه لله، سلام الوجه لله، إذن فهناك هداية. زيد، هداية زيد عقل، هداية كيف اسمه فكر، هداية اسمه إرشاد، هداية تبيان، هداية معرفة، سميها اللي بغيت، هداية معرفة، اقرأ، هداية تفكر، يتفكرون فيه، هداية عقل، يعقلون، هداية تبصر، يبصرون، بصائر، هداية، هداية، انت عمل، انت عربت السبب بالمسبب، وربط العلة، العلة، في الحكم بالمعلول، بالعقل ديالك، بالعقل ديالك توصل، ها؟ هذه تؤدي لهذه بالمنطق، بالمنطق. إذن فمسألة، مسألة العقل حاجة أخرى، وهداية العقل كما قلنا إن شاء الله تعالى، ولا هداية البيان، وهداية الإرشاد، يعني البيان، يعمل العقل في اتجاهين. الاتجاه الأول واسمه هو زين، أن يعين هذا الإنسان، هذا الكيان كله، النفس، على الاهتداء، اهتداء الذات، الهداية الذات، باش باش الله بالتفكر وتعلم هذا الدين. إذا لابد هو يخضع لمن؟ هو بذاته خصو يتهدى، ياك هو بذاته خصو يتعلم، اقرأ، وخصو يفكر، ويتحقق ذلك زين باستعمال العقل فاش في الكتابين معا. هذا ما كنقولها، الكتاب المسطور آيات الله المبثوثة في الكون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قرام زيان في الكون المسطور، في الكون وفي الكتاب المنظور، قرام على رأسك، إن في خلق السماء الآيات، ماشي هذا هو الوقت نتاعها، روح شوف شحال نتاع الآيات اللي كتسمى الآيات الكونية لتتدبر. هذا القرآن سبحان الله معمر باش بتوجيه الإنسان أن يعمل عقله فاش في هذا الكون المنظور. إيه وزيد أسيدي، ابحث مع راسك، شوف عما يتساءلون. شو تخيل؟ علاش يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. اسمه هو، هو القيام بعد الموت. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، كان يكفي هذا الشيء. لكن ايش كيقولوا سيدي ربي؟ كتسقسيو على البعث بعد الموت؟ انا حسب لي غادي يقول لهم ها اسمه غادي يوقع، سي اسمه قال لهم ألم نجعل الأرض مهادا. ياه، يتساءلون عن النبأ العظيم، البعث بعد الموت، وهو واسمه يوجهكم إلى الكون الذي أنتم فيه، به تصلون إلى البعث. أنا من يجعل الأرض مهادا؟ هذه الأرض اللي خلقكم الله ومهد لكم فيها جميع أسباب العيش. من؟ من؟ والجبال أوتادا؟ إيوة، لو لم يحفظ الله هذه الأرض بالتوازن، بأن جعل هنالك جبالا تحفظ التوازن، مشيتوا، ها؟ وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النار معاشا والليل لباسا والنهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل. فكما يخرج الله الماء من الماء المنزل من السماء من الأرض بعد أن كانت ميتة، هناك كما يخرج النبات من الأرض الميتة عندما ينزل الله الماء ناش من الشمس الوهاش التي ترمي بشراراتها على البحر فيتبخر، و كل ذلك
لكي تعرف أن الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها هو الذي يحييكم أيضا. كيقول كذلك الخروج، كيبقى يتكلم سيدي ربي على النباتات والسماء من تزيد، وخرج لكم إن شاء الله تعالى من هذه جنات، ونخرج لكم والنخل باسقات لها طلع النضيد رزق العباد، وزيد وأحيينا. وبعد يقول كذلك الخروج، كذلك معنى كذلك، أي إذا رأيتم هذا بناء على هذا تقيسون أن الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها بهذه الكيفية هو الذي سيحييكم بعد موتكم. درت العقل ديالك، درت العقل ديالك. هذا الأول، الكتاب واسمه المنظور، كتاب المنظور. ولذلك تقريبا جميع الذين اهتدوا من علماء الغرب اهتدوا باش بالنظر إلى الكتاب المسطور، إلى الكون. شوف قال العلماء الكبار موريس بيكاي ومجموعة كلهم إن شاء الله اهتدوا عن طريق الوقوف على بعض الآيات الكونية، فلما عجزوا عن تفسير ذلك رجعوا إلى القرآن، فوجدوا أن القرآن قبل 1400 سنة يتحدث عن ذلك، حتى قالوا أين درس محمد؟ ألم يكن أميا؟ من الذي أخبره لو لم يخبره الخالق الذي تحدى بهذا القرآن؟ سنة عادي ويؤمنون، يؤمنون. في المؤتمر ديال جدة كانوا يتكلمون إن شاء الله على قضية، وجاء السيد ومشى لمصر وجمد يعني الجثة نتاع فرعون ياك، وملي شاف فرعون دار له التحليل وذاك الشيء والآخر صابوه واسمه في الملح ياك، وملي مشى يعرض الرسالة ديالو على أن فرعون فعلا التشريح ديال الجثة تبين على أنه مات غارقا، وقال له العالم قال له تما حنا هذه 1500 عام وحنا كنقولوا سيدي ربي يقول فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من ألا حتى قالوا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وكانت له آية، هو آية، آية آمن بها عالم، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا يهتم بالقرآن. يعني هذه مسألة معروفة، إذا لابد إذا أردت أن تهتدي عندك كتاب، ها هو انظر فيه وانظر إلى سنن المبثوثة في الكون، وانظر إلى هذا الكون البديع. صدر بس اخترت يستحث عقولنا وكيقول رفع السماء بغير عمل، ترونها ترونها، وقبل فارجع البصر هل ترى بالفطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللي يمشي للبادية ويطبقها للآية ويرفع الرأس نتاعو للسماء ويبقى يشوف 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 يتدبر ويشوف يشوف، والله إن البصر يرتد إليك خاسئا وهو حسير، نفس خاسئا وهو حسير. من الذرة إلى المجرة هذا النظام المبدع المبدع، سبحان الله سبحان الله. إذن هذا الكتاب. الكتاب الثاني ربما قد لا يتأتى لكثير أن يطلع عليه، وهو الكتاب المسطور اللي هو القرآن. القرآن ذاته إن شاء الله تبارك وتعالى يدعو هذا العقل لكي يتدبر، يقول وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ويقول في أصحاب الذكر يقول والذين إذا مروا، يقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. الآيات تاع سيدي ربي حينما يمر عليها لا يمر عليها كالأصم أو كالأعمى الذي لا يبصر، لا كتشوف دابا المؤمن راه تشوف، يقول لك يقول له سيدي ربي سبحانه عز وجل حتى ملي تبقى تشوف الفاكهة حينما تنضج ما تمشي ديريك تاكلها، يقول له سيدي ربي سبحانه عز وجل يعني انظروا يعني انظروا إلى ثمره إذا أثمر قبل ما تأكل، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا شوف 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 فيه شوف شوف هذه النعمة تاع سيدي ربي كيف خرجت، شوف انظر إليها حتى في القضية. فلينظر الإنسان إلى طعامه،
إنا صببنا الماء صبا، أنت صبته فوق الميدا والسلام عليك تاكل وصافي. شوف لهذه الدورة الكونية التي يجريها الله تعالى في هذا الكون بنظام بديع حتى تصلك تلك الثمار إلى طاولتك. إنا صببنا الماء صبا، والماء منين يصب الله عنده قانون، قانون. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أش كان يقول هذا الشيء؟ علاش؟ علاش؟ لأن هذه الطريقة هي أنجع الطرق لدعوة الآخرين إلى هذا الدين، هذا المنهاج العلمي الذي يعتمد على نواميس الكون، لأن هؤلاء فتنوا بما يسمى بالعلوم. فهو يقول لك أنا لا أريد أن أسمع قال الله قال رسول الله، أنا أقول أنا خصني شي حاجة لنا. سبحانك يا ربي سبحانك. إذا فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى مما ينبغي للإنسان أن يعرف، أنه من أعظم ما يحرك خلايا المخ لكي تشتغل في المجال الذي أمرها الله أن تشتغل فيه، النظر في الكتاب المنظور. ثم الكتاب المسطور هو هذا القرآن الذي تقرأه وتحاول إن شاء الله تفهمه. يقول لك سيد ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. تدبر القرآن، افهم القرآن، فالقرآن لم ينزله الله لك فقط لكي تتبرك به، ولكن كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا، هل لم تعد تعليل، أنزله الله ليتدبروا آياته. تدبر ساعة خير من قيام سنة، تدبر ساعة في كتاب الله خير لك من تقرأ القرآن من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس لا ترفع بها رأسا. تدبر الآية، جلس فيها حتى 10 أيام ما مشاش لك الشيء ضايع، ولا أنت خايف إن شاء الله تبارك وتعالى على الحديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيقول لك من قرأ حرفا فله عشر كل حسنة وكل حسنة بعشرة وكذا وكذا، فليكن لك إن شاء الله ورد نتاع القراءة هكذا، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب الورد الأهم، الأهم الأعظم الذي يقربك إلى الله لتأخذ ثمرة القرآن الفكرية الإيمانية تزداد قربا من الله تعالى. إذن هذا مهم جدا. إذن فالمسألة الأولى إن شاء الله في هداية البيان، واسمه إياه واسمه الأولى هي ما يستفيد منه الإنسان ذاتيا بعد باش انا نامن ونعرف نتعلم شويه الدين. انا الى انا ما تعلمتش قاع الدين الله يرحم لك الوالدين ولم اسلك سبل طلب العلم، فكيف اريد بعد ذلك ان شاء الله تعالى ان اكون مهديا؟ اخطر حاجه من غير بقاو تكلموا على موانع الهدايه، اخطر موانع الهدايه واش هو؟ الجهل. الجهل هو اعظم موانع الهدايه، أخطر موانع الهداية. ما غادي نتكلموا على موانع الهداية، أخطر موانع التي تمنع الإنسان من الهداية هو أن يضيع حظ العقل من حظه في التفكر وطلب العلم ومجالسة العلماء والصبر على ذلك. تعمروا قريتوا بغيت الناس تولي تكون إن شاء الله تعالى علماء؟ الجهل هو اللي قضى علينا حتى بقينا نسمع في قضية الدين واسمه نسمعه أمور غريبة ما كان لنا أن نتصور أن يأتي زمان يحيينا الله لكي نسمع مثلا مثل هذا الكلام اللي يقول لك مثلا اللي يقول لك مثلا تعري عند البحر ماشي شيء حرام، ومسائل كبيرة كتنقال الآن ويتناقلها الناس، والأسئلة التي تأتيني عن الإسلام ليس كاع ما يعتقش بها إلا هذ الناس فعلا فعلا يسألون مثل هذه الأسئلة. يعني ولات بقى بجديات وبدهيات، والمعلوم من الدين بالضرورة مجهول عند أغلب المسلمين. كاع
كيفاش يمكن هذه تكون أمة الهداية التي سيهدي الله على يديها الأمم الأخرى؟ هذا خطر أشي، هذا خطر. المسألة الثانية في الهداية زين هي أن تستعمل إن شاء الله تبارك ما فهمته من الدين وقبسات الأنوار التي كانت نتيجة إعمال العقل في الكتاب المسطور والمنظور زين فزين فتبينه أنت للناس. المرحلة الأولى واسمه حتى أهتدي نتعلم نقرأ أجل. المسألة الثانية واسمه أن أكون أنا من يبين للناس، اسمه هداية بيان، يبين للناس، نوضح للناس، نعلم الناس، ندعو الناس، ننصح الناس. سميها الدعوة، سميها الأمر بالمعروف، سميها النهي عن المنكر، سميها البلاغ، سميها البيان، سميها التعليم، سميها التربية، سميها إيصال المعلومة، سميها الإعلان عن الإسلام، سميها الدعاية للإسلام، سميها كما بغيت تسميها، فلا مشاحة في الاصطلاح والمصطلح إذا كان المقصود أنك ما علمته من دينك أحسست الواجب بعد ذلك في أن تعلمه للناس تبين. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور سورة الشورى. إنك لتهدي إلى صراط يا محمد إنك لتهدي ولا ما اسمه يلا توكيد إن توكيد لا توكيد تهدي إلى صراط مستقيم. أنت تبين للناس الإسلام الصراط المستقيم طريق الواسع البين الواضح، واضح في الغاية، واضح في المنطلق، واضح في المنهاج، بين يسير سهل ميسر إلا لمن انطمست بصيرته، إلا لمن انطمست فطرته، إلا لمن انطمس عقله، إلا لمن ذهب فكره، إلا لمن عرض نعمة العقل والفطرة إلى الإفساد. هذه المسائل واضحة. إذن فهذه تسمى واسمها تسمى المرحلة الثانية تعرف هداية بيان. المرحلة الأولى واسمها يا واسمها هي مجاهدة النفس في تعليم الدين، هذه الأولى. المسألة الثانية في البيان زين دعوة الناس لهذا الدين وتعليم هذا الدين. فهداية البيان فيها مرحلتين، مرحلة زين تعلم الدين بالوسائل التي يستعمل فيها العقل حتى تفهم دينك، والمسألة الثانية إن شاء الله تعالى أن تبلغ وتبين ما تعلمته للناس. شكون هو هذا؟ هذا العمل ديالنا الأنبياء. شكون أخر؟ العلماء. شكون أخر؟ الدعاة. شكون أخر؟ كل المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على علم، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، شو هذا سبحان الله فين جات؟ شو هذا سبحان الله فين جات؟ وش تفين جات سبحان الله؟ كل من يزعم أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فالدليل على الانتماء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ كما بلغ رسول الله. سبحان الله وما أنا من مشركين. يا سبحان الله، إذا لم تبلغ عن النبي كيف تزعم أنك من أم من هذه الأمة؟ سبحان الله، أي رابط يربطك بالنبوة إذا لم تكن تبلغ عن النبي ولو آية وهو يقول بلغوا عني ولو آية؟ سبحان الله، سبحان الله، يزعمون أنهم من هذه الأمة وما بلغوا عن النبي ولو آية. سبحان الله، يزعمون أنهم يقرؤون القرآن ولم يبلغوا آية من القرآن. سبحان الله، يزعمون أنهم يعرفون الدين ولم يبلغوا شيئا عن من الدين إلا. سبحان الله، سبحان الله، أي دعوة عريضة لا حقيقة لها؟ أي دعوة؟ سبحان الله، سبحان الله، ما تدعيش ما تبينش. سبحان الله،
خلق سيد ربي تاكل وتشرب. السلام عليكم. ولو علمت شيئا من الدين اكتفيت به، ومن تعلم شيئا من الدين وكان في من يلتقي بهم أو يتحرك معهم يحتاج إلى ما عنده من العلم ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. هذه عقوبة شديدة لهذه الألسن التي تحجم عن نثر ما في رأسك وصدرك من علم ينتفع به الناس، فآثرت أن يظل هنا، فكان لابد من حرق هذا اللسان الذي كان عليه أن ينطق في وقت سكت. ولا لك شيء، الألسنة تسكت حينما تطالب زيد بالنطق، وتنطق حينما يطلب منها. شتو المصيبة؟ كاش ألسنة قلبت الآية، اللي خصها الوقيتة اللي تهدر وتبين صمتت، والوقيتة اللي خصها تسكت سكت واسمع نطقت بجرا من القول. ما تزيدش نطبوا عليكم انا في المساله ان شاء الله. هدايه البيان واسمو هي هدايه البيان واسمو هي هدايه البيان، هدايه الارشاد، هدايه التعليم، هدايه المعرفه واسمو هي في زوج كلمات واسمو هي تعلم الدين زيد وتعليمه للناس. هدايه الفطره واسمو هي هدايه الفطره واسمو هي هدايه الفطره واسمو هي زيد ايوا جمله واحده هي هدايه الفطره واسمو هي تعرف الله من فطرتك زيد والقيم الكبرى بدون عقل بدون رساله بدون وحي مركوزه الداخل. ألست بربكم؟ قالوا بلى. هدايه العقل واسمو ان تعرف دينك زيد وتعرفه للناس. ليه هو اسمه العلم والتعليم، ولا اسمه المعرفة والدعوة، الدعوة ولا الصلاح زين والإصلاح، صلاح الذات وإصلاح الغير، تغيير الأنفس زين، تغيير النفس وتغيير الواقع، تغيير النفس وتغيير الواقع. هذا الثاني، ما نطولش فيه ان شاء الله من بعد نوليو المسيره. الثالثه، الهدايه الثالثه هي هدايه فطره، هدايه عامه، هدايه بيان هذه، والهدايه الثالثه واسمها يوزي هدايه توفيق وتطبيق. هل كل من علم شيئا من الدين وعلمه للناس ينتفع به هو؟ قولوا لا الوش. هذا هو المطلوب يا هذا هو المطلوب، انك اذا علمت شيئا زين وتعلمه للناس واش كنقولوا احنا منطقيا انك ان شاء الله قد انتفعت به. فهل تجد عياذا بالله ممن علم العلم الشرعي ورزق هداية البيان، هداية العقلية، هداية المعرفية، هل في من رزق الهداية المعرفية زين حرم هداية التطبيق؟ كاين ولا ما كاين؟ واش كاين ولا ما كاين؟ وربي ربي 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 الإنسان كتقول له الله يرحمك الوالدين، هذا الطريق راها تدي إن شاء الله لمن؟ لسيدي يحيى. بينت ولا ما بينتش؟ إنك تهدي إلى طريق سيدي يحيى. يعني هنا اللي بغى سيدي يحيى فوت منه. هاي يعني. ودايلو البلاكا وزي. لكن هل لي سلطان علي فأحتم عليه وأجبره على أن يمر من هنا؟ إلا أنا غير نوري. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البيان، إن عليك إلا تبيين الطريق. أما دفع الناس لسلوك هذا الطريق هو لي ولا ماشي لي؟ وديال من هذه؟ هذه ديال ورب، هذه لا دخل للإنسان فيها. هذه تسأل عنها ولا ما تسألهاش يوم القيامة؟ هل تسأل عنها ولا ما تسأل؟ هل تسأل يوم القيامة عن هداية الخلق إلى الطريق؟ ها؟ تسأل عنها ولا تسأل؟ تسأل عن الهداية الأولى اللي هي أن تبين
أما هداية التطبيق والتوفيق لسلوك الطريق هذا لا دخل للأنبياء ولا للدعاة ولا للعلماء فيه، فقد قال تعالى لنبينا حينما مات عمه على فراش الموت وهو يحرص على ألا تخرج نفسه إلا بعد النطق بالشهادتين، يقول له يا عم قلها فإني أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، وإذا بالمشركين يقتربون من أذنه ويقولون لياك بل على ملة أجدادك، والنبي يصر ويقترب ويحرص، وتخرج روحه وهو يقول بل على ملة أجدادي بل على ملة أجدادي. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، فكان يستغفر له، فقال له سبحانه عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وكيقولوا في الآية الأخرى تاع سورة القصص يقولوا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن نتعرف على الحلقة في الهداية نعرفوا مشيئة الله تعالى، ما معنى إنك تهدي من تشاء وتضل من تشاء، إن شاء الله من بعد إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله هذه القضية. إذا أسدي شو الله يرحم لك الوالدين الله يجزيك بخير. وأنا أقول له في سورة الشورى يقول له إنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم، وأنا أقول له إنك لا تهدي من أحببت، كيفاش أنا إنك تهدي وأنا إنك لا تهدي؟ لو كان الله يحفظ يستر واحد الإنسان ما يعرفش المعنى ديال الهداية يقول لك هناك تناقض في القرآن، اقرأوا قوله تعالى في سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، واقرأوا في سورة القصص وكلاهما سورتان مكيتان فيها إنك لا تهدي من أحببت، فكيف يهدي إلى صراط مستقيم ويؤكد الله على ذلك حقيقة وهنا ينفي عنه تماما أنه يهدي من أحب؟ كان ما يحفظ الإنسان يقول له نعم إن النبي يهدي ولا يهدي، يهدي هداية بيان وتبليغ، وربك يقول إن عليك إلا البلاء، فلماذا تريد أن تهلك نفسك إذا قمت بواجب البلاغ فلم يهتدوا؟ لماذا تذهب نفسك عليهم حسرات؟ لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سلام، لعلك باخع نفسك على آثارهم، أتريد أن تقتل نفسك على آثارهم أن لا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا؟ راك درت يا صاحبي درت، استغفر الله، راك درت أنت الواجب ديالك فبلغت، راك بلغت ذاك الشيء اللي أمرك الله درته، أما قضية الهداية نتاع التوفيق وهي هداية قلوب وليست هداية عقول، إنك لتهدي إلى هداية البيان والمعرفة والعقل، تبين تشرح توضح تعلم تزيل الشبهات ديالك، هذه هداية القلوب أن يعتنق من تهديه وتعلمه إلى أن يسلك طريق الهداية، هذا ليس لك، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، انت دير اللي عليك. ولا انا منين قرقر هذيك الايه نتعجب، اذهب الى فرعون انه طغى، سيد ربي عرف فرعوني باللي غادي يامن ولا ما يامنش، عارف ولا ما عارف؟ واش عارف ولا ما عارف؟ اصابر علم محيط، راه عارف اللي ما ياك سيد ربي راه عارف باللي فرعون غادي يكون ايه لمن بعده، ومع ذلك يقول زوج تاع الأنبياء اذهبا إلى فرعون فيقر إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر العقل يخشى هدايته توفيق، لعلك بدعوتك إياه تقنعه عقليا زيد
ويقتنع قلبيا ويتزكى، كما قال له في الآية أخرى، كما قال له في الآية أخرى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، زين، وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، بخلاش ولا لكل شيء، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فحشر ونادى قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال. يعني أن الله تعالى يعلم أن فرعون لن يهتدي وسيموت على الكفر وسيجعل الله بدنه آية لمن خلفه، ياك ومع ذلك يقول اللي عليك أنت واسمه يا موسى بلغ إلى. وفتلي يقول له سيدنا موسى، يقول له يا رب إنا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. فاتياه فقولا إنا رسول ربي فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. سبحانك ربي سبحانك. إذن فهداية التوفيق هداية زين قلوب، هداية زين عواطف، هداية زين شعور، هداية إحساس، هداية صدور، هداية صدور، هداية أرواح، هداية قلوب. لولا هداية عقول استنارة العقل بالفكر الصحيح، والهداية الأخرى اسمها استنارة القلوب بنور العلم الصحيح. الله 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 الله. إذن هذه كتسمى هدايات، إن شاء الله تبارك وتعالى هدايات توفيق. هذه ليس لنا من الأمر شيء، ولكن احنا منين نمشي ونبلغوا للناس؟ واسمو المقصود نتاعنا ان شاء الله؟ واسمو المقصود نتاعنا؟ ماذا نقصد عندما نبلغ للناس؟ حينما نقوم بهداية البيان، ماذا يكون مقصودنا من وراء هذه العملية؟ زين؟ هداية البيان ولا هداية التوفيق؟ ها؟ بزوج، هداية البيان والتوفيق. لكن نسأل عن ماذا؟ عن هداية البيان. هل يكون الداعية في بعض الأحيان سببا في تنفير الناس من الاهتداء؟ يكون ولا ما يكون؟ نعم. متى؟ تتوقع يتحاسب الإنسان؟ هو لا يحاسبه على هداية التوفيق، يحاسبه إذا لم يحسن هداية البيان. إيه؟ هداية البيان اسمه خصها إن شاء الله تبارك؟ خصها مجموعة، خصها علم، واسمه خصها عاودك؟ واسمه خصها علم، واسمه وآداب وأخلاق، وأخلاق قول له قولا لينا. حتى قال العلماء الله يجزيهم بخير، إذا كنت تدعو إلى المعروف فادعو إليه بمعروف، وإذا كنت تنهى عن المنكر زيد فلا تنهى عن المنكر بمنكر القول، منكر. ولذلك حتى تكون ناجحا يا من يريد تعليم الناس وتبيان الحق للناس حتى ينتفع الناس، يكون عالما بما يدعو إليه. إذا كنت جاهل ما في محل تطغير، زين. والثاني واسمه عالما، زين. الثاني واسمه إن شاء الله تعالى عاملا بما تدعو إليه. أنت يا كتدعي للناس لشي حوايج وما كديرهاش، عاملا. والثالث واسمه إن شاء الله تبارك وتعالى أي مخلصا إن شاء الله تعالى فيما تدعو إليه وتعمله. والرابع إن شاء الله واسمه هو لطيفا، لطيفا فيما تدعو إليه، لينا لينا. جاء واحد السيد عند المامون خليفة العباسي فدعاه فأغلظ عليه القول، قال ما على رسلك، إن الله تعالى أرسل من هو خير منه،
إلى من هو شر مني. فقال لمن هما خيرا منك إلى من هو شر مني اذهبا إلى فرعون فإنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فموسى وهارون خير منك وأنا لست بشر من فرعون. إي والله يهديك يا ودي، الله يهديك. هذوك حباب ربي وهذاك عدو ديال ربي، وربي عارف اللي عدوه ما يوليش. وقال له روح عندهم وقول له شي كلام طيب ولين لا تغلي الله القول. ايوا كيفاش دابا الله يهدي. يندم هذا اللي يقول هذاك اللي يدعي بهذا الدعوه، يندم ولا ما يندم؟ يندم كاع يندم. ولكن اللي سبحانه اعطاه الرفق اعطاه الخير كله. ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. من اعطي الرفق اعطي الخير كله في هذا المجال هذا. احنا ماشي هو المقصود تاعنا نتكلموا على مثلا الشروط الواجب توفرها في الدعاء، هذا مضخور. احنا كنتكلموا على من؟ على الهدايه. هدايه زيد قلوب، هدايه توفيق. اذا كاين هدايه فطره الداخل زيد لا تنفك عنك معرفة الله زيد والقيم الكبرى، هذه فيك جبلها الله عليه. كل مولود يولد على فطر، طبعك الله على هالشيء. كاين هداية زيد بيان، تعلم وعلم، اهدنا الصراط المستقيم، أي علمنا هذا الدين حتى يبدو لنا كالمرآة، نعرف حلاله من حرامه، نعرف الفرض من النافلة، نعرف السنة من البدعة، نعرف الإيمان من الكفر، نعرف التوحيد من الشرك، نعرف الاقتصاد من السياسة، نعرف العقيدة من العمل، نعرف العبادة من الأخلاق، نوازن أولويات. علم هدينا ليه ثم هدينا الصراط المستقيم، أي أن نتبع هداية قلب تتسلل أنوار العلوم والمعارف الإيمانية، تتسلل أنوارا فتطرد ظلمة القلب، فإذا بك تحصل واسمه على نور البصيرة. البصر وهنا البصيرة، وبعد إن شاء الله تعالى تنطلق في توفيق وهو العمل بذلك وسلوك ذلك الطريق. والهداية الأخيرة إن شاء الله واسمه هذه الهداية التطبيق، هي الهداية تاع القلوب. كي تهدى إن شاء الله علما وتتهدى واسمه إيمانا، واسمه غادي دير، فالعلم يبين لك طريق والإيمان زين يدفعك في الطريق. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به 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 في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هذا أرى. والهداية الرابعة اللي قلناها واسمه هي هداية، واسمه الهداية تاع التثبيت إن شاء الله تعالى هي هذه تاع العمل وديال التوفيق. ومن بعد ان شاء الله تبارك تطلب الله دائما ان تثبت عليك وتستمر حتى تلقى الله تعالى ان شاء الله تعالى. لان يمكن لهذه الهدايه حتى ولو وفقت زين ان تضيع منك. هذه قاعد نتعرض لها في الدروس، في السلسله تاع الدروس القادمه ان شاء الله. نبقى نتكلموا على اسباب الهدايه ولا موانع الهدايه ولا انواع ان شاء الله تعالى. بغينا نكملوا ان شاء الله انواع الهدايه. إذا كاين فطرة وكاين عقل وكاين قلب وروح، والرابعة واسمو هي؟ هنا هداية وجزاء. فين هذه؟ فين فوقاش تكون؟ الآخرة الآخرة الآخرة. كي تجي تموت ها؟ لا تحزنوا، نحن أولياؤك في الدنيا وفي الآخرة،
انظر إلى موضعك في النار لو عشت غير مهتدي، لكن لأنك حرصت على هداية المعرفة وهداية الإيمان وهداية التطبيق، وعشت تمشي على صراط المستقيم ثابتا عليه، انظر إلى موقعك في الجنة، فيفرح بلقاء الله، فيفرح الله بلقائه، فتخرج الروح كما تنزل القطرة من السقاء وتنادى يا أيتها النفس. زين، بلاش تمعنط هذه النفس، بلاش تمعنط بالمعرفة، زين، وبالتطبيق والإخلاص. ها؟ يا أيتها النفس المطمئنة، منين يجي يموت هذا؟ غادي يتخلع ولا غادي يدير؟ يتخلع فرحان مستبشر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويهضر مع وليداته كان غادي يخرج إن شاء الله يمشي يتفسح. الله يجازيكم بخير، طلب بعضكم بقى. وأنا أوصيكم بتقوى الله والمحافظة على الصلوات وبحسن الأخلاق مع الناس، وأنكم سترحلون وما تحشموناش، الله يخليكم، وكونكم مزيان مع سيد ربي، راه ما يبقى لكم يا سيد ربي. يوم السلام عليكم، حفظوا وصيتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهكذا تزف هذه الروح إلى 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 زوجها. حشروا وأزواجهم. ما معنى أزواجهم؟ شكون ما معنى أزواجهم؟ الصنف اللي كنا، أنت عندك مليار حسنة تمشي مع أصحاب مليار حسنة. الزوج ديالك شكون هو؟ شبيهك في الجنة. ما معنى شبيهك؟ الذي يكون قد حصل على الأجر كما حصلت. حشروا وأزواجهم. والكافر وأزواجهم. اللي عنده مليار سيئة مع مليار سيئة، اللي عنده زوج مليار سيئة مع زوج مليار سيئة، هكذا. وأزواجهم وأزواجهم وأزواجهم، هكذا. وتمشي للقبر يجيوك الملائكة من ربك كل سهولة. الله، دينك الإسلام هداية هداية هداية، يهدي الله فين؟ هناك هناك. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. واش هالاسئله ما يعرفش الجواب نتاع حمص السيد؟ ما يعرف، يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف، ولكن ما يمشي للقبر وما يكونش خدم بهم وعاش عليهم، يبقى يدير لا 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 ادري. والسؤال معروف والجواب معروف. انا من ذلك نقول لك هالاسئله اللي غادي يعطيك وهالجواب، نعطيك ذاك السؤال نعطيك الجواب، واش فيها ما يندس ولا؟ ولكني تمايا حقيقتك هي التي تجيب. واش عندك حقيقة الهداية؟ أما أنك تقول أنا مع الناس أقول كما يقول الناس، والريح اللي جات تديني يوم القيامة، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم منين إن شاء الله الناس يخرجوا من القبور؟ كأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون على أجسادهم التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. شوف، خرج من القبر وهو عارف فين غادي يمشي، عارف فين يمشي. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، إلى عرش الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ومن بعد يهدى إلى الجنة، هدوء إلى الجنة، والخري هدوء إلى صراط الجحيم، وهدوء إلى صراط الجحيم، طريق ديال الجحيم. إذا في هذه الحصة تحدثنا إن شاء الله باقتضاب حول أنواع الهداية. ركزنا على هداية الفطرة في درسين، والدرس الرابع تكلمنا فيه على الهداية الثلاثة، الهداية البيان وهداية التوفيق وهداية الجزاء. والدرس الأول تكلمنا فيه على ما معنى اهدنا الصراط المستقيم. إذا إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، سنتحدث ونفتتح السيمانة الجاية لكي نتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى على وسائل الهداية.